السلام عليكم. السلام وعليكم عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله فضيلة الشيخ. أمين يا رب، جزاك الله خير. اتفضل. حياكم الله فضيلة الشيخ. قبل قليل عند استعراض كلامك قلت إننا سوف نرى الله سبحانه وتعالى في الجنة. إذا الله سبحانه وتعالى هل يكون أصغر من الجنة؟ يعني هو حتى يكون موجود في الجنة؟ كذلك ما قرأته في صحيح البخاري فضيلة الشيخ، يعني مرات بعض الأحاديث أو بعض العقائد تثير العقول، مثلا إن الله سبحانه وتعالى يضع قدمه في الجنة حتى تقول قد قط. إذا هل النار قد أحاطت بقدم الله سبحانه وتعالى؟ وهل إن الله سبحانه وتعالى له قدم حتى يضعها في النار؟ هذا السؤال الأول. فضيلة الشيخ، السؤال الثاني، ما معنى مابون في اللغة العربية؟ وهل إن عمر كان كذلك؟ وما قضية الشيخ ما معنى عبد ايه؟ الله ما معنى ايه؟ المابون؟ قال ايه؟ المأبون. مش سامع. طيب السؤال الثالث، فضيلة الشيخ، سمعنا كثيرا عن أن حزب البعث كافر قد كفره الشيخ ابن باز، ولكن المستغرب أن طه الدليلي كان بعثيا وهو الآن يتكلم باسم السلفية، وكذلك الشيخ عدنان العرعور، ولقد طرد من البعث لأنه كان يمارس أعمال لا أخلاقية وما خرج في قناة الدنيا. والسلام عليكم. بالنسبة لحديث رؤية الله عز وجل في الجنة، المؤمنون يرونه. وطبعا زي ما قلت لك، الجنة لها صفات. الجنة نفسها اللي هي مخلوقة وخلقها الله عز وجل لها صفات قد لا تخطر ببال أحد، بل لا تخطر ببال أحد. النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه مسلم: وإذا عن سدرة المنتهى، وإذا قد غشيها من حسن الله ما غشي حتى ما يستطيع أحد من خلق الله أن ينعتها من حسنها. السلام عليكم. أتفضل. السلام السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ عبد الرحمن، الحمد لله. يا شيخ أحسن الله عليك، هذا المتصل اللي قبل قليل اللي سمى نفسه محمد من العراق، هذا رجل اسمه ثائر العراقي. الصوت ثائر علي شوية الرمادي. يا شيخ عربي، صار عدل الصوت شوية. نعم. علي هذا صوتك شوية الرجل لو سمحت. اسمه ثائر العراقي وثائر الدراجي، هذا رجل رافضي خبيث يتصل ويتجول على جميع القنوات السنية، قناة الرحمة وقناة الناس وقناة الحافظ، ويثير الشبهات على المسلمين. ليس مقصده معرفة الحق ولا غير ذلك. وأرجو من الإخوة في التحكم في غرفة المراقبة أن يتنبهوا لهذا، سواء ويعمموا هذا الشخص اسم هذا الشخص وصوته. ولو تذهب مثلا إلى اليوتيوب يجد أنه يقول انظروا أنا أحرجت هذا الشيخ السني وكذا كذا، وينشر هذا المقطع، فإنه مقصده فقط التشويش على المسلمين. نعم نعم جزاك الله خير. الإخوة موافقين، يقولوا بيغير اسمه كل مرة. ال اه